يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نقف بحول الله وقوته في هذه الجمعة المباركة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة العلو وهو أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه لا في مخلوقاته شيء من ذاته ولا من ذاته شيء في مخلوقاته ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فأما الكتاب فقد تنوعت دلالته فتارة يذكر بالعلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء من عنده وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة أنه في السماء فأما العلو فقال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وأما الفوقية فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى عن الملائكة الذين يسكنون السماوات قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وأما نزول الأشياء من عنده فقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وأي آية في القرآن يقول العلماء والمفسرون نزلت في كذا وكذا وأما صعود الأشياء إليه فقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه والعروج يكون من تحت إلى أعلى كعروجه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وأما كونه في السماء فقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير والذي في السماء ويخسف الأرض هو الله سبحانه وتعالى وقال موسى عليه السلام لفرعون أن الله في السماء فقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب لذلك قال العلماء الذي يقول أن الله في السماء فهو موسى ومحمدي والذي يقول أن الله ليس في السماء فهو على عقيدة فرعون والعياذ بالله وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدلت على أن الله في السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فأما قوله فقد قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه ينزل معناها أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا الذي كان في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في البخاري قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات وأيضا كانت تفتخر أمنا زينب رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول زوجكن أهاليكن
وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في حجة الوداع: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. فأشار بإصبعه إلى السماء قال: اللهم فاشهد. وأما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي: كانت له جارية فصككها فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها لي. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: الله في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان. لذلك الذي ينكر أن الله ليس في السماء فهو ليس بمؤمن، والعياذ بالله. وأما الإجماع فقد نقل الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار إجماع الصحابة والتابعين على أن الله تعالى في السماء بذاته مستوى على عرشه. وأما دلالة الفطرة فنقول أن الله فطر جميع الخلق على أنه في السماء، لذلك عندما تحصل بك ضائقة تجد أن قلبك يتجه إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى. والآن كثير من الذين ينكرون أن الله في السماء تجده يرفع يديه إلى السماء في الدعاء. أنت إذا تنكر أن الله في السماء لماذا ترفع يديك إلى السماء؟ هذه هي الفطرة. كان مرة ترفع يدينك لقدام ومرة ترفع يدك بورا أو باليمين أو بالشمال، ولكنك ترفع يديك إلى السماء، هذه هي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كما قال تعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل فنقول أن صفة العلو صفة كمال للمخلوق، صفة العلو صفة كمال للمخلوق. الليل ناس الكورة يقول لك: ما أعرف مريخنا فوق وهلالنا فوق وسوداننا فوق. وأمك لما تدعي لك تقول لك: إن شاء الله ربنا يرفعك ويعليك. وناس الخليج يقول لك للأمر والملك يقول لك: ده صاحب السمو والرفعة. إذا كان صفة العلو صفة كمال للمخلوق فننسبها للخالق من باب أولى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر الله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، وكذلك من الفطرة كما أن الإنسان من الفطرة يعرف أن الله في السماء، كذلك من الفطرة يعرف أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إذا أردت أن تعرف أضل مخلوق يمشي على وجه الأرض هو الذي يدعو غير الله، هو الذي يدعو الأموات ويترك رب الأرض والسماوات، ما في أضل منه. ربنا قال: ومن أضل؟ هذا استفهام استنكاري أبلغ من النفي، يعني ما في أضل من الذي يدعو غير الله. طيب ليه أضل زول؟ ربنا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو قعدت من أسئلة يوم القيامة تنادي في الأموات وفي الغائبين، ربنا قال: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي بدعائهم كافرين. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف القرآن ده واضح كيف، والله التوحيد في القرآن واضح. ربنا قال: لو دعيته ما بيسمعك، دعيت لك زول ميت مدفون في قبر ولا في بنية ولا في قبة ما بيسمعك، أو لو كان حي لكن ما قاعد معانا هنا ربنا قال ما بيسمعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا جدلا، يعني ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فربنا سبحانه وتعالى حكم على أن من دعا غيره أنه مشرك بالله. وأيضا قال الله عز وجل: له دعوة الحق
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله سبحانه وتعالى سماهم بالكافرين الذين يدعون غيرهم. وأيضا قال الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآن تجد أن كثير من المسلمين إلا ما رحم الله يدعون غير الله. تجد الآن في المدائح وفي القصائد يقول لك بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم، ويقول لك في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي بالجملة يقول يا 99 ألف القلعة راقدين لو بينفعوا ليه راقدين، أصلا ما كان يرقدوا ولا كان يموتوا. فهذا من الشرك بالله عز وجل ومن الكفر بالله عز وجل ومن الضلال المبين. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في سنن الترمذي وأبي داود قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألته فاسأل الله. النبي عليه الصلاة والسلام علق ابن عباس بالله سبحانه وتعالى مع أنه غلام صغير. فلو كان في واحد يستحق أن يدعى مع الله عز وجل لكان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا في البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالى، وقوم إلى صلاتكم ورحمكم الله.